السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساو تصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مباراة الجزائر والكاميرون كانت موجودة وتم حذفها مجموعة من الفاشلين ويقودهم فاشل. كلكم لازم تروحوا، الرجل المناسب الوحيد في المكان المناسب هو جمال بلماضي. أبرصا ما نشوف حتى واحد راهو يستاهل المنصب اللي وانتم راكم تشوفوا فيه. ما تنساوش تعطونا آراءكم، اقتراحاتكم، انتقاداتكم، مرحبا بجميع الآراء. رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقدم طعن للفيفا من أجل إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وقدموا شكوى بالحكم باكاري غاساما. تقدم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف بطعن رسمي أمام الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة المباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت يوم 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة. الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مصممة على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونية لاستعادة حقوقها وإعادة المباراة في ظل الشروط تضمن النزاهة وحيادية التحكيم، كما تطلب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئة الفيفا لتسليط كل الأضواء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون. هذا البيان اللي كنتوا تشوفوه تقراوا معاه هو الرسمي من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وانا ايضا من موقع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم مكتوب بالفرنسيه انهم قدموا شكوى للاتحاديه الدوليه لكره القدم الفيفا من اجل اعاده مباراه الجزائر والكاميرون. حاليا الوقت ما بقاش بزاف صراحه، لانه يوم الجمعه تقام قرعه كاس العالم، يعني الخبر اعاده مباراه الجزائر والكاميرون هل باش يعاودوها ما راحش يعاودوها راح يبان من هنا حتى المساء، كل شيء راح يظهر ان شاء الله. ونتمنى من ربي ان مباراه الجزائر والكاميرون تتعاود والجزائر تدي حقها في هذا المباراه، لانها كانت فضيحه تحكيميه كبيره جدا في حق الجزائر. نعودها 100,000 مره، الكاميرون لم تهزم الجزائر بل التحكيم هو من هزم الجزائر لا اكثر ولا اقل. اليوم سيبور اعلام الجميع، اعلمت المكتب الفيدرالي، واليوم اعلم من الراي العام يعني بان يتنحى من عن المهمه الانتخابيه على راس الاتحاد الجزائري لكره القدم. ورسميا شرف الدين العمارو يقدم استقالته من رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بل الخبر الصحيح والأصح تمت إقالته وتم طرده وتم دفعه لتقديم استقالته من طرف هيئات عليا في الدولة الجزائرية، لأنه رئيس اتحادية كان فاشل بكل المقاييس ولم يقدم الإضافة ولم يقدم الشيء الجيد والمطلوب منه للمنتخب الجزائري، فمصيره الطرد والإقالة من هذا المنصب. نستحق الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا هذا الإنسان من الأول نلوم الإنسان اللي عينه اللي حطه في هذا المكان، هو إنسان نعرفه أنه تاجر كوميرسون، يعني إنسان ماهوش تاع فوتبول، لا علاقة له بالفوتبول، إنسان تاع الدخان، يبيع الدخان، يبيع الشمة، خطيه، خطيه فوتبول. نسحقه إنسان يكون كفر على رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ركزوا معايا مليح واسمعوا هنا شرف الدين العمارة وش قال وش هضر، محشمش وجو صحيح، اسمع مليح. مسيرتنا كمكتب فيدرالي وشخصيا يعني سي جو فيه بيلون بيرسونيل نقول انها مسيرة بصراحة، ونقول انها مسيرة الفريق الوطني، مسيرة الجميع، مسيرة مشرفة. يا سيدي كما سمعتوا قال لك مسيرتي ومسيرة المكتب الفيدرالي كانت ناجحة، ما لازمش ننساو هذاك النجاح اللي حققناه. أنت كرئيس اتحادية لكرة القدم الجزائرية فاشل، المكتب الفيدرالي الجزائري ككل وبكل أعضائه بالنسبة لي أنا مجموعة من الفاشلين ويقودهم فاشل، كلكم لازم تروحوا، ماشي هو فقط اللي لازم يتم يقدم استقالة ولا طرده، لا لازم طرد كل المكتب الفيدرالي كلهم، لأنهم لم يقدموا أي شيء يذكر لكرة القدم الجزائرية سوى للمنتخب الجزائري أو في البطولة الجزائرية اللي راهي رايحة للهاوية أو ديجا خلاص راهي في الهاوية. لازم
طردهم وتعيين ناس كفاءات، ناس اللي عندهم دي زيكسبيريونس، ناس تاع فوتبول، ناس اللي قاريين، ناس اللي واصلين، حطوا الرجل المناسب في المكان المناسب. انا بالنسبه لي ديجا في الجزائر كامل الرجل المناسب الوحيد في المكان المناسب هو جمال بلماضي. ابار سا ما نشوف حتى واحد راهو يستاهل المنصب اللي فيه سواء كان في الرياضه او في السياسه. المهم بالنسبة لرئيس الاتحادية ده لكرة القدم حب يركب على الموجة يعني وإنجازات واللي حققها المنتخب الجزائري. بالنسبة لي أنا من النهار اللي جا هو ما حققنا حتى إنجازات. أول إخفاق كان عندنا إخفاق وإقصاء من الدور الأول في كأس إفريقيا بسبب شنو؟ بسبب الكواليس، أرضية ملعب جابوما، الظروف اللي كان فيها المنتخب الجزائري سيئة. وشكون اللي وفر الظروف الجيدة للمنتخب الجزائري؟ هو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هو ما وفر والو، ما دار والو، ما حقق أي شيء. حاليا في المباراة الفاصلة ما بين الجزائر والكاميرون، يجيك الكاميرون يربحوك في بلادك، ما ربحوكش فوتبول، ربحوك بالغش، حكم يغشك في بلادك، يحقرك في بلادك، انت تشوف وتتفرج. هنا وش يعني؟ انك رئيس اتحادية فاشل بكل المقاييس. لو كان جيت رئيس اتحادية عندك هيبة وعندك كلمة وعندك على الأقل غير على بلدك وغير على وطنك، كنت دوزيام ميطون تهبط له الاربيتر، تروح له للفيستير، تدخل له الغرفة وتقول له ها صارت بزاف وداروها قبلك رؤساء اتحادية. معلومة مهمة نوعا ما نبارطاجيها معاكم، كيما راكم تشوفوا معنا هنا هذه القناة الرسمية تاع الفيفا الموجودة على اليوتيوب وفيها كل المباريات المنتخبات اللي لعبت مباريات الفاصلة، مباراة الجزائر، تونس، المغرب، مصر، كل المباريات الأخرى موجودة بشكل عادي. ولكن شوف معايا هذه القناة الثانية الرسمية للكاف تاع الاتحاد الإفريقي. مباراة الجزائر والكاميرون كانت موجودة وتم حذفها اليوم. علاش؟ الله أعلم. علاش تم حذف مباراة الجزائر بالضبط؟ الله أعلم. بالخطأ ماهيش خطأ، وشنو هو السبب؟ الله أعلم. رأيكم انتوما علاش مثلا؟ علامة استفهام كبيرة وتخليك تفكر بزاف وخليك تثبت وتتأكد انه كولسة كبيرة جدا من الاتحاد الافريقي انه الجزائر ما لازمش تتأهل لكأس العالم، والاسباب متعددة وكثيرة. المهم تحية لكم كبيرة، كل الحب والاحترام للجميع، ما تنساوش تعطونا آراءكم، اقتراحاتكم، انتقاداتكم، نحترم كل الآراء مهما كانت مختلفة، اهم حاجة الاحترام. تحية الجزائر.